تخيل يا سعيد انك في المستشفى وما حد يهتم فيك هي؟ او تخيلني في العياده او غرفه العمليات اشتغل بروحي. أوه. مالنا غنى عن الممرضين والممرضات، واليوم انا وسعيد نبى نحييهم، وخاصه اللي معانا في هيئه الصحه بدبي. في 12 مايو من عام 1820 ولدت الانجليزيه فلورنس نايتنغيل، مؤسسه سلك التمريض الحديث اللي انشات عام 1860 اول معهد لتدريب الممرضات. وذكرى ميلاد نايتنغيل في 12 مايو من كل عام صار اليوم العالمي للتمريض. صحيح مهنة التمريض من أشرف المهن ونقدر نقول رسالة سامية، لكن منظمة الصحة العالمية تقدر أنه عالميا هناك نقص يزيد عن 2.8 مليون بأفراد سلك التمريض. فتخيل يا سعيد كم إنسان ممكن إنقاذ حياتهم لو كان في العدد الكافي من الممرضين والممرضات. لكن الحمد لله نحن في هيئة الصحة بدبي عندنا 4700 زميل وزميلة في مختلف أقسام التمريض، منهم 83% من النساء، وكلهم بأعلى درجات التدريب والخبرة، ويقدمون كل الدعم والمساعدة للمرضى. باسمي واسم كل الدكاترة في الهيئة أقول يعطيكم العافية لكل واحد وحدة فيهم، وعساكم دوم بصحة وسعادة.